وينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية بشكل عام. أهلا وسهلا بك سيد سركيس، وسأبدأ باليورو اليوم. إلى أين يذهب اليورو خاصة في ظل رفع المركزي أو البنك الأوروبي لأسعار الفائدة، ولكن ما هي التأثيرات التي حدثت على اليورو؟ صباح الخير. يشهد اليورو مقابل الدولار الأمريكي هذا اليوم بعض الانخفاض، حيث أن الدولار الأمريكي يشهد قوة في الأسواق المالية، سببها تصعيد في التوترات السياسية ما بين الولايات المتحدة والصين إثر زيارة المتحدثة باسم البيت الأبيض نانسي بيلوسي إلى توجهها لزيارة تايوان هذا اليوم. من جهة أخرى، ارتفع اليورو الفترة الماضية مقابل الدولار الأمريكي، وفي الحقيقة ارتفع اليورو من مستويات ما دون الدولار لكل يورو واحد ليتداول هذا اليوم عند الدولار واثنان سنت أمريكي. وجاء الارتفاع بعدما تغيرت لهجة كل من البنك المركزي الأوروبي وكذلك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس، وأصبحت حاليا التوقعات تظهر احتمالية المزيد من رفع الفائدة في البنك المركزي الأوروبي. الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بالفعل من المرجح أن يستمر برفع الفائدة، لكن قد يقلص مقدار الرفع بالفائدة ليكتفي بخمسين نقطة أساس شهر أيلول المقبل، ثم بخمسة وعشرين نقطة أساس لكل اجتماع من الاجتماعين التاليين في هذه السنة. وهذا الذي سبب الارتفاع في اليورو، لكن هذا اليوم كما أشرت اكتساب الدولار الأمريكي لبعض القوة بفعل التوترات التي بدأت بالظهور ما بين الولايات المتحدة والصين، سببها توجه المتداولين لطلب الدولار كملاذ آمن، والملاذات الآمنة معروفة مثلها أيضا مثل الين الياباني الذي يرتفع اليوم بقوة مقابل سلة من العملات. تصحيح اليوم هو قوة الدولار، لكن بشكل عام يبدو بأن اليورو قد يدخل في نطاقات محدودة لحين صدور المزيد من المستجدات الاقتصادية الأساسية التي قد تحدد اتجاهاته على المدى المتوسط والطويل. نعم سيد سركيس، يعني هذه التوقعات للبنك الأوروبي بشكل عام، يعني ستكون الاجتماعات ليست قريبة نسبيا، ولكن متى ستكون هذه التأثيرات على السوق فيما يتعلق باليورو؟ الآن في الأسواق المالية تتحرك الأسواق المالية قبل صدور القرارات بفترة، وهذا ما يسمى بتسعير. عندما يتوقع المستثمرون أن تتحرك البنوك المركزية تبدأ العملات بالتحرك على هذه التوقعات. وأضرب مثالا هنا الارتفاع الذي شهده الجنيه الاسترليني مع التوقعات أن نشهد رفع بالفائدة هذا الأسبوع مقداره 50 نقطة أساس ليستمر بنك إنجلترا المركزي برفع الفائدة. نقطة أخرى، اليوم رفع الاحتياطي الأسترالي الفائدة، لكن لاحظنا بأن الدولار الأسترالي انخفض أمام نظيره الأمريكي. هذه الحالة كما أشرت سببها تسعير مسبق للأسواق للتوقعات. بالتالي البنك المركزي الأوروبي هنالك فترة قد تكون لعدة أسابيع قبل أن يقدم لخطوة جديدة لرفع الفائدة، إلا أن المستثمرون بدأوا منذ هذه اللحظة بتسعير هذا الرفع بالفائدة. نعم. ومرة أخرى خصوصا مع المستجدات الاقتصادية التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، وأظهرت انكماش أكبر اقتصاد في العالم للربع الثاني على التوالي. نعم سيد سركيس، يعني ليس ببعيد عن منطقة اليورو اليوم ما الذي حدث يوم أمس مع الروبل بالانخفاض، الروبل الروسي مع هذا الانخفاض الذي طاله يوم أمس؟ الآن بالنسبة للروبل الروسي ارتفع خلال الفترة الماضية أو خلال الأشهر الماضية بشكل كبير جدا، والارتفاع الهائل إن صح التعبير أضر بالاقتصاد الروسي. الاقتصاد الروسي يشهد مراحل من التباطؤ الشديد، يشهد مراحل من احتمالات ركود طويل الأمد. بالتالي توجه البنك المركزي الروسي لخفض الفائدة، وظهرت أيضا هنالك اختلالات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وأيضا في عديد من ثنايا الاقتصاد أذكر منها مؤشرات مديري المشتريات التي تظهر انكماشات هائلة في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في روسيا. كل هذه المجتمعة أعطت انطباع بأن البنك المركزي الروسي ربما سيتوجه لخفض الفائدة أكثر. سابقا
خفض البنك المركزي الروسي الفائدة ب 150 نقطة أساس كاملة دفعة واحدة، وكان يستهدف أمران اثنان معا. الأول هو تحفيز الاقتصاد الروسي الذي يتهاوى أمام التوترات الجيوسياسية، وثانيا خفض سعر صرف الروبل الروسي. وصل الروبل الروسي أو ارتفع وكان العملة الأفضل أداء مقابل الدولار، حتى وصل كل 50 روبل مقابل دولار أمريكي واحد، وهذا أثبت بأنه مضر أكثر للاقتصاد الروسي. لكن بعد ذلك بدأ الانخفاض مع توجهات البنك المركزي الروسي إلى جانب الاختلالات في الميزان التجاري الروسي، لينخفض الروبل الروسي إلى 60 روبل مقابل كل دولار أمريكي واحد، وبالتالي نشهد بأن الروبل الروسي يقلص من مكاسب هذه السنة. وأعتقد بأن حكومة روسيا وكذلك البنك المركزي الروسي يرحبان بهذا الانخفاض الذي يشهده الروبل الروسي، لأن الارتفاع الهائل الذي حصل سابقا أضر بالصادرات على حساب الواردات. نعم. أيضا سيد سركيس، ليس بعيد عن روسيا هي الأخرى تركيا. قبل قليل أعلن البنك المركزي التركي بأن يعني التضخم سيكون كبيرا بشكل عام. كيف سيؤثر ذلك على العملة التركية أو على الليرة التركية؟ بداية الليرة التركية تتداول قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق، والتي تحققت شهر كانون الأول من عام 2021 الماضي. عندما نتحدث عن سعر صرف الليرة التركية حاليا الذي يقترب من 18 ليرة لكل دولار أمريكي واحد، أو تحديدا حوالي 17.93 ليرة لكل دولار، الانخفاضات الكبيرة سببها بداية التضخم في تركيا، والذي ارتفع إلى مستويات كبيرة جدا وصلت لأكثر من 78%. رافق ذلك أيضا احتفاظ البنك المركزي الروسي بسياساته النقدية لفترة طويلة من الزمن، فنحن نرى تصريحات من البنك المركزي تظهر بأن التضخم سيبقى مرتفع، فالمستثمرون والاقتصاديون الآن يتساءلون لماذا لا تتدخل أيها البنك المركزي التركي، لأنه يتوجه لتحفيز الاقتصاد، وهذا ما يترك التضخم الجامح خارج عن السيطرة، وبالتالي تتضرر الليرة التركية جراء اختلال في الميزان التجاري وانخفاض في المدخلات إلى الاقتصاد التركي، في نفس الوقت الارتفاع الهائل في معدل التضخم، مما قد يجعل الليرة التركية تنخفض أكثر وتقترب أكثر من أدنى مستوياتها على الإطلاق. نعم، المحلل الأول في أسواق مالية في إيكويتي جروب سركيس نزار، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.